بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ازيكم؟ سنة رابعة، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة لسن 5 في يونت 9 من كتاب بيت باي بيت. هنحل اسئلة الدرس الخامس في الوحدة التاسعة من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال: read and match، يعني اقرأ وصل. Number one: please come to my party. Number two: who is going to prepare the food؟ من سوف يعد الطعام أو يجهز الطعام. Number three: where are you having the party؟ Number four: what information is missing؟ Number 5: do you want guests to bring anything؟ بعد كده عندنا بسج بنقراها ونكملها. لازم نقراها ونترجمها علشان نكمل صح او علشان نختار صح. To invite your friends، لكي تدعو اصدقائك. To a birthday party، الى حفلة عيد ميلاد. Your invitation should have the information، يعني دعوتك يجب أن يكون بها المعلومات. You need، اللي أنت بتحتاجها. You should write about the clothes، يجب عليك أن تكتب عن the clothes، الملابس. يعني لو عايز زي معين في الحفلة بنكتب في الدعوة. The time and the place، وبنكتب الوقت والمكان، بنحدد الوقت، وقت الحفلة هتبدأ امتى بتنتهي امتى وفي يوم ايه بالظبط. and the place، والمكان of the party، الحفلة. you should ask your guests، يجب عليك ان تطلب من الضيوف. to RSVP، يعني ان يردوا عليك. write on the invitation، اكتب على الدعوة. your telephone number، رقم تليفونك، علشان طبعا يتصلوا على الرقم المكتوب في الدعوة، سواء هيأتوا الى الحفلة او في سبب هيمنحهم ان هم ما يجوش الحفلة. بعد كده read and reorder the following، اعد ترتيب الكلمات. number one تبقى when is your birthday party، متى يكون حفلة عيد ميلادك. number two: I wanted to play some party games، أنا أريد أن ألعب بعض ألعاب الحفلات. number three: I am going to write an invitation، أنا سوف أكتب دعوة. number four: can you come to my house، هل تستطيع أن تأتي إلى منزلي؟ بعد كده بنكتب علامات الترقيم الاتش في هاو، وفي الاخر question mark علامه استفهام، علشان ده سؤال بيبدا بكلمه استفهام هاو. بعد كده عندنا امتحان خاص بالازهر الشريف. اول سؤال: استماع listen and choose. طبعا اللي موجود في القطعه ان احنا هنختار زو في اول جمله وهنختار كار في الجمله الثانيه. دي قطعه انا بقراها، وانتوا طبعا بناء على الكلام اللي بتسمعوه مني في القطعه بتحددوا هتختاروا ايه. فعلشان بس ما نطولش عليكم في الفيديو، انا لو قريت القطعه هتلاقوا يعني في القطعه كلمه زو، يبقى دي المكان اللي هنختاره. we went to the zoo last friday، نحن ذهبنا الى حديقه الحيوان الجمعه الماضيه. الجمله الثانيه هو طبعا موجود في الاستماع، ان احنا ذهبنا بالسياره. we went to the zoo by car، يعني ذهبنا بالسياره، برضو موجود في القطعه كلمه car. يبقى هنا ده سؤال استماع، بتسمعوا القطعه وبناء على الكلام اللي بتسمعوه بتختاروا الاجابه الصحيحه. بعد كده read and complete the dialogue with the words below. عندنا dialogue، حوار بين A و B. A بيقول لي B: what is your favorite sport، ما رياضتك المفضلة؟ رد عليه بي وقال له: my favorite sport is karate، لعبتي او رياضتي المفضلة الكاراتيه. قال له: what's your favorite player،
مين لعبك المفضل؟ رد بي علي وقال له فريال عبد العزيز. بعد كده read the following text and answer the questions. بنقرا القطعة ونجيب عن الأسئلة. علي is my grandpa. علي يكون جدي. He is a farmer. هو فلاح. He has a farm in بنها. هو لديه مزرعة في بنها. The farm is very big. المزرعة كبيرة جدا. علي goes to the farm on foot. علي يذهب إلى المزرعة على الأقدام. بعد كده he loves his farm. هو يحب مزرعته. He has many animals. هو يملك العديد من الحيوانات. I love my grandpa. أنا أحب جدي. Choose the correct answer. Number one, Ali is my grandpa. علي يكون جدي. Number two, grandpa is a farmer. يعني جدي يكون فلاح. Number three, grandpa has many animals. يعني الجد عنده أو لديه حيوانات عديدة. بعد كده عندنا سؤال the reader. القصة اللي عليكو طبعا هي عليكو قراءة فقط، مش هيجي منها في الامتحان. بعد كده choose the right answer from A, B, C or D. A, B or C. ثلاث اختيارات بنختار منهم الإجابة الصحيحة. Number one, my parents were in the park yesterday. علشان ده اسم جامع، الاسم الجامع بياخد where في الماضي. I can fly a kite. أنا أستطيع أن أطير طائرة ورقية. Fly a kite. بعد كده what information is missing in your invitation. المعلومات الناقصة في دعوتك. Number two, players run around that cheers in musical chairs. يعني اللاعبين بيجروا حول الكراسي في لعبة الكراسي الموسيقية. Number three, beans are served with lots of oil and garlic. سوري نرى كمان مرة. beans are served. beans يعني الفول. are served يعني served بمعنى يقدم، يقدم يعني. with lots of oil مع كثير من الزيت. and garlic والثوم يعني الثوم. بعد كده read and match. number one, it's very painful to hurt your leg. number two, is it easy to fly a kite? هل من السهل أن تطير طائرة ورقية؟ Number three, we saw a big colorful bird. نحن رأينا طائر ملون كبير. بعد كده read and write true or false. We prepare our class sports day in the schoolyard every year. It happens on the last day of the second term. في آخر يوم في الترم الثاني. We wear t-shirts and shorts. We prepare many kinds of food. يعني بنجهز العديد من أنواع الطعام. And cakes. We الكيكات أو التورتات. There are lots of games and we have fun. Number one, the sporty day happens on the first term. يعني اليوم الرياضي بيحدث في الترم الأول. طبعا فولس احنا قلنا في آخر يوم في الترم الثاني. Number two, there are games to play. يوجد ألعاب لكي تلعبها. True. Number three, we can't eat in this celebration. لا نستطيع أن نأكل في هذا الاحتفال. طبعا فولس احنا قلنا في القطعة بنعد العديد من أنواع الطعام و cakes. بعد كده number four, when is a class sports day? متى يكون اليوم الرياضي للفصل؟ هنقول on the last day of the second term. في آخر يوم في الترم الثاني. بعد كده number five, what did you wear for that day? ماذا ارتديتم أو لبستم يعني في هذا اليوم؟ هتبقى طبعا هنا السؤال جه في الماضي وهو جايب لي القطعة. طبعا القطعة زمنها مضارع، يبقى احنا هنخلي did do يعني في السؤال مفروض نقول what do you wear for that day؟ يعني ماذا ترتدوا في هذا اليوم؟ يبقى كده هنا دي غلطة في الكتاب، ديد هتبقى دو. الإجابة بقى هنجاوب بصيغة المضارع we wear t-shirts and shorts. بعد كده عندنا صورة بنكون عليها جمل. write a paragraph of four sentences. طبعا أنا بدخل كل كلمة في جملة، ممكن أدخل كلمتين في جملة عادي. أول حاجة هقول I can see a bird. أنا أرى طائر. it is weak. إنه ضعيف. it eats cheese. إنه يأكل الجبنة.
it drinks water يشرب الماء. Its feathers were untidy. ريشه كان غير مرتب. ممكن نقول are لو احنا هنتكلم بصيغة المضارع. I give it cheese أنا أعطيته جبنة. And ate that cheese وأكل الجبنة into big bites في طبعا هنا عندنا كلمة bites بمعنى قضمة يبقى هو أكل الجبنة في قضمتين كبار. بعد كده reorder ترتيب number one في ريال عبد العزيز is a karate player يعني لعبة كاراتيه. Number two who won important prizes in Egypt من فاز بجوائز مهمة في مصر. بعد كده بنك تويت علامة الترقيم هتبقى عندنا تي في ذا وفي الآخر فول ستوب. وبكده يا حبيبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.